إن الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد. وقف الخلق حامد الرئيس ينظرون صديق العزيز جميعا عبد الفتاح السيسي. كيف أبني قواعد المجد واحد؟ قد أثبتت السنوات الماضية مدى متانة العلاقات وقوتها. هي وطن ثاني لنا كما أن الإمارات وطن ثاني للمسلمين. مصر العزيزة لي وطن، وهي الحمى وهي السكن. دولة الإمارات وشعب الإمارات يحب مصر والمصريين. إن كنت عربيا ولا تحب مصر فابحث لنفسك عن قومية أو لغة أخرى. إنها أرض ومهد العلم والمفكرين والعلماء. الأشياء اللي تبنى فيها تبنى لتبقى كالأهرامات.